ثورتنا بالدم الزاكي انطلقت وعمدت ولا يمكن أن تهزم. بسم الله الرحمن الرحيم، وخير الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام على ناصر المستضعفين بالأرض مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. تقترب الذكرى الرابعة للثورة، لثورة الرابعة عشر من فبراير المجيد، حامل ذكرى الشهداء الأبرار الذين جعلونا نسمو في فضائهم الملكوتي. وإن تنتزه القوى الثورية المعارضة ائتلاف ثورة الرابع عشر من فبراير، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة حق، تيار الوفاء الإسلامي. هذه المناسبة تتقدم من شعب البحرين العظيم وأسر الشهداء بأحر التعازي لفقدهم، وبالتبريكات لهذه المناسبة العظيمة على قلوبنا، حيث انطلقت ثورة الغضب وزارت زخما عندما سقتها دماء الشهيد الأول في الثورة الشاب المقاوم علي المشيمع، التي أرعبت الدكتاتور أحمد وزمرته المدوية، وقضت مضاجعهم، فكانت بمثابة استفتاء على فقدان هذا النظام اللقيم والغريب على تراب بحريننا الحبيبة لأية شرعية. فبقت له فقط شرعية الرصاص والقتل. نعاهد الشهداء وأسرهم، نعاهد الضحايا ونزف جراحهم، نعاهد المغيبين خلف قضبان السجون، بأن يوم القصاص قادم ولا مفر من محاكمة الطاغي أحمد وزمرته القتلة. لك منا يا فاتح عهد الحرية والكرامة، لك منا أيها المقاوم البطل الشهيد علي مشيمع، يا هادر الوطن السليم وصوت الضمير الذي هز وجدان الشعب، لك منا ولصحبك الشهداء الخالدين للجزيريين وهاني وبداح، للسيد هاشم الموالي ورضا بحمين، لخضير وشيخ وشيوخ انقضوا إعداما وغدرا برصاص الباغي، لقوافل الشهداء، لرأس فرحان الذي فضخ بغدر عصابات الطاغي حمد، لك منا عهدا بأن يبقى شعبك على درب دمائكم الفوارة. لكم منا يا شهداء الثورة الأبرار عهدا وقسما ألا نهدأ ولا نستكين ولا نغفو عن القتلة ولا نصافح الجلاد، فالوفاء لكم هو الوفاء لأهداف التي ضحيتم من أجلها، وذكراكم تعني ألا يذهب دمكم هدرا ولن يذهب هدرا بإذن الله، ما دامت إرادة هذا الشعب المقاوم الصابر هي الحاكمة. تود القوى الثورية المعارضة أن تؤكد على الآتي: أولا، لا بد من إحياء ذكرى الشهداء ورفع صورهم فوق كل راية ترفرف في الوطن وفي كل مسجد وشارع ومأتم، ولا بد من التذكير بأهداف التي ضحوا من أجلها، فدماءهم أمانة لن تضيع. ثانيا، الاستمرار في ملاحقة القتلة والاقتصاص منهم، وعلى رأسهم أولئك القتلة الدكتاتور الطاغي حمد بن عيسى وزمرته، الذين باشروا وأشرفوا على عمليات القتل والتعذيب والإعدامات في الشوارع وأقبية السجون. ثالثا، التأكيد على أن ثورة شعبنا تدخل عامها الخامس في ظل عنف متواصل من النظام المدعوم من قبل قوات الاحتلال السعودي الغازية وبغاء الأمريكي وغربي، وأن شعبنا يعيش محنة في ظاهرها البلاء الكبير لكن باطنها بعون الله الفرج القريب والتحرر الشامل من براثن المحتل السعودي والقضاء على عصابات حمد الإرهابية ليعيش شعبنا
لنا ليعيش شعبنا والأجيال القادمة الحرية والكرامة والاستقلال الحقيقي. فصبرا يا شعبنا المقاوم، فصبرا يا شعبنا المقاوم، صبرا يا أشرف الناس وأكرم الناس. رابعا، ندعو لأكبر استعداد لإحياء ذكرى الثورة، وذلك بالمشاركة الواسعة في كل فعالية ثورية الميدانية، وخصوصا أضراب الإباء الذي دعت له القوى الثورية المعارضة والمزعم قيامه به في تاريخ 12 و13 و14 من شهر فبراير. المجد والخلود ثورة اللؤلؤة، المجد والخلود لشهداء ثورة اللؤلؤة الأبرار. الحرية للأسرى والأسيرات في السجون الخليفية. التحية والتقدير لشعبنا الأبي المقاوم صادر عن ائتلاف ثورة 14 من فبراير، تيار الوفاء الإسلامي، حركة إخلاص البحرين، حركة الحرية والديمقراطية، حركة حق، تيار الوفاء الإسلامي، 7 فبراير 2015.